اوكي يلا. مدينة الإسماعيلية. بنستسمح حضرتك، بنتوقف مع ذكرياته في هذا المجال. أستاذ طاهر أبو زيد، إيه هي ذكرياتك في يوم 25 يناير سنة 52؟ يوم 25 يناير 1952 يوم لا ينسى في تاريخ مصر ولا ينسى في حياتي أنا شخصيا. وفي الواقع قبل أن أقول عن اليوم الذي عايشت فيه هذا التاريخ معايشة يعني قريبة جدا، أريد أن أقول إنه سبق هذا الإعلان العظيم للزعيم مصطفى النحاس، يعني إعلان عظيم في المجلس هز مصر هزا، وربما هز إنجلترا، وربما هز العالم، حين قال من أجل مصر وقعت معاهدة سنة 36 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها. وكان هذا الإلغاء لا مفر منه وتردد كثيرا، وكان مصطفى النحاس يقول لا مناص من أن تلغى هذه المعاهدة، وظل مدة طويلة يحاول في هذا، وكتبت عنه صحف المعارضة حكومة لا مناص، حتى جاء اليوم المقرر وأعلن فيه إلغاء المعاهدة، فاهتزت مصر وخرج الشباب كلهم، يعني طلائع الأحزاب المختلفة من مصر الفتاة ومن الإخوان أيامية ومن الوفد ومن الدستوريين ومن أنصار السلام ومن غيرهم من الهيئات المتعددة في هذا الوقت، واندفعوا نحو القنال يضربون في الجيش البريطاني أو يثيرون إزعاجا للقوات البريطانية التي كانت تحتل القناة في هذا الوقت، على أساس أن شرعية وجود هذه القوات على شاطئ القناة لم يعد لها وجود. وطبعا دارت أحداث كثيرة ومات كثير من الشباب، وأيضا قتل كثير من الإنجليز، وبدأ الإنجليز يحسون أن المعركة ليست مجرد يعني نزوة شباب أو خلافه. وكان جنود الشرطة يعاونون الشبان في هذه العمليات الفدائية التي كتبت عنها الجرائد في هذا الوقت كتابات مستفيضة. إذن كيف يضرب نضال الشرطة هذا؟ وكأنهم كانوا يتوقعون أن الشرطة لابد أن تقف في وجه هؤلاء الفدائيين، يعني هذا المعنى الغريب الذي يمكن أن يخطر في بالهم. واتجهوا إلى محافظة الإسماعيلية، وجاء القائد الإنجليزي ومعه كتيبة هائلة، مدرعات ودبابات وأسلحة نارية ومن أحدث ما أنتجته المصانع الحربية، وجاءوا يحيطون بمحافظة الإسماعيلية. لم يكن في المحافظة في هذا الوقت أكثر من 100 عسكري شرطة، 100 جندي شرطة وبعض الضباط الذين يرأسونهم. وأذكر من بين هؤلاء الضباط صديقي الأستاذ مصطفى رفعت، وهو جاري في السكن أيضا، وأطلعني بعد ذلك على ما كل جرى من تفاصيل. ووقف الجنود وفؤاد سراج الدين أخطرهم كوزير داخلية أن يقاوموا حتى آخر رجل، وقاوموا فعلا حتى آخر الرصاصة، لأن الذخائر بتاعتهم كانت مجرد بنادق لي إنفيلد، وهي سلاح بريطاني قديم جدا، بنادق أصبحت متروكة، كانت هي الموجودة في أيدي رجال الشرطة. ودارت المعركة وانهالت القنابل على الإسماعيلية ومات كثير من الجنود، ويعني أذكر أنه مات حوالي 80 جنديا، لا أذكر العدد الذي كان قبل ذلك، ربما كانوا 200 أو 200 إلا قليلا. وحينئذ تقدم بعد فترة قائد المعسكر البريطاني، قائد العسكر البريطانيين، يطالب محافظة الإسماعيلية ومن فيها من الجنود والضباط بالتسليم، على أساس أن موقفهم ميؤوس منه، وأنهم أدوا الشجاعة اللازمة، ويعني سيؤدون لهم الإكبار اللازم. وكان مصطفى رفعت الذي كان نقيبا في هذا الوقت قال لهم قولته المشهورة: لن نسلم إلا بعد أن نصبح جثثا هامدة. وفعلا استمر القتال،
وزاد عدد المتوفين من الجنود وامتلأت محافظة الإسماعيلية بالجثث ونفذ الرصاص حتى آخر رصاصة. وحينئذ تم التسليم، لأنه ما الفائدة أن يعرضوا أنفسهم للذبح دون مبرر. كنت أنا مذيعا في الاستوديو في هذه الفترة، فترة السهرة، وجاءني هذا الخبر، ونحن المذيعين كنا طوال هذه الفترة مملوئين حماسة ونتابع أعمال الفدائيين ويعني نتحسسها في صدورنا وفي مشاعرنا وفي دمائنا، لأننا منهم وهم منا. وجاءني الخبر ولا أدري ماذا حدث لي، كيف أطلقته، كيف فتحت فمي وأطلقت لساني بهذا الخبر. كنت مشحونا شحنة لم أشهد مثلها في حياتي، وأنا أتصور 80 جثة ومقاومة باسلة وموقف وطني لا يمكن يعني أن يتكرر أو قلما يتكرر حتى في بلاد العالم المختلفة. وامتلأ صوتي بنشيج مكبوت وربما بدموع جافة لم تستطع النزول، ولكنها وصلت إلى الجماهير. وفي ختام السهرة كان لدينا ورقة نقرأ منها تفاصيل برنامج الغد، وأحسست أنني بعد هذه الفترة وأقول تفاصيل برنامج الغد، غدا نسمع كذا ونسمع، غير متفق مع اللحظة التي أنا فيها، مع الوهج ومع الشعور الدافق وأنها ستكون شيئا ستبرد. فأقدمت على عمل إذاعي خاطئ، خاطئ من وجهة النظر الرسمية، لأنني يجب أن ألتزم بمادة البرنامج اليومي. أقول هذا ليصل إلى المذيعين الجدد ويعلموا أنه كان هذا خطأ. أبدلت البرنامج وألغيت الفقرة الخاصة ببرامج الغد وأذعت أم كلثوم، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وحين وصلت إلى اللحظة التي تقول فيها أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، أحسست أن الليل يكاد يحتضن هذه الصرخة والتي وصلت إلى الجماهير. وخرجت من الاستوديو وأنا في حال يعني لا أستطيع أن أصفها. في الصباح كانت جماهير القاهرة بأكملها وربما غيرها تملأ شوارع القاهرة كالفيضان، وهم يهتفون أين السلاح يا نحاس، وكانت السيدات في الشرفات يتجاوبن مع الجماهير ويلقون عليهم الأزهار ويهتفون معهم الهتافات. يوم حماسي من أيام القاهرة التي لا تنسى. استعادة التاريخ الوطني لأي فرد ولأي قطاع من قطاعات مصر الحقيقة ده بيحفز وبيخلينا نضع الحاضر والمستقبل أمام أعيننا. حضرتك ذكرت لنا تاريخ طويل وتاريخ نضالي طويل، العمل الأمني وكيف تطورت آلياته وكيف استحدثت نظريات جديدة يعني مقارنة بما كان يحدث في الخمسينيات. شوف حضرتك، احنا لنا تاريخ، مصر تاريخها كبير، الشرطة تاريخها قوي، ودايما الإنسان علشان يبقى قوي لازم يعرف الماضي ويخطط للحاضر. سمعوني سقفة قويلة، شوفوا زاد مش تعبانين. تمام يلا.